اليوم حلقتنا بديت، ولكن حنبدأ بمجموعة من الأخبار اللي حضرناها مع فريق الإعداد. وأول خبر هو بيتحدث عن دائماً نحن وصغار كنا إذا بنشوف مثلاً قطة بالشارع عم تصير بنلحقها، صحيح، وبنكتشف إنه دائماً في الأطفال هيك في علاقة ودية دائماً ما بينهم وما بين الحيوانات، كان موجود في علاقة هيك. هاي الحالة عند أغلب الأطفال، ويمكن مثل ما ذكرت يعني مرقنا بهي الحالة سواء من الصوص الملون وصولاً للصوص اللي عملنا عليه كل التجارب. صحيح يعني هاد كان أول علاقة لطيفة وطيدة وفيها هيك أحزان نوعاً ما شوي. تستنتج إحنا كل المصايب اللي صايرة فيها بالحياة من وراء الصوص. تماما. هلا يعني الدراسات الطبيه الاخيره بتاكد انه في ارتباط فعليا اليوم ما بين الحيوانات الاليفه وما بين الاطفال، واليوم المشاعر الايجابيه اللي هن بيعملوها، المحبه اللي بيقدموها اليوم للحيوانات بتنعكس بشكل كثير ايجابي على الطفل، بتاثر بناحيه تقديره لنفسه، ايضا ثقته بنفسه. احيانا اليوم كثير من الاطفال وقت بيتعاملوا بهي الرحمه مع الحيوانات الاليفه، صحيح، بينعكس هذا الشيء مو بس على انفسهم مثل ما حكيت، وانما ايضا على العلاقات الاجتماعيه، على طباعهم وعلاقاتهم. اليوم وقت نبني علاقة فيها من الرحمة يعني وفيها من المحبة وفيها من الرأفة بهذا المخلوق، صحيح، قديش هاي الحالة ممكن تنعكس أيضا على تعاملنا مع الحياة، مع الأشخاص، مع المجتمع. واليوم بتذكر يعني أنا موضوع حتى الأرانب، هلأ كمان الأرنب كان كنا نجيب أرنب على البيت ونربي، وتصير هاي الحالة حالة تعلق شديدة بهذا الكائن اللطيف، وبالتالي كانت الأصعب من هذا الموضوع هو فقدان هذا الحيوان الأليف بموت وإلى ما هنالك، أو بعض الوقت كانوا الأهل إنه خلاص ما عاد جو البيت يحمل إنه يكون موجود فبينقلوه لمكان ثاني. هاي المشكلة كتير كبيرة، ممكن تشكل هيك أزمة، يعني أزمة نفسية كتير كبيرة على الطفل. صحيح. اليوم تتمت الدراسة بتأكد إنه الأطفال 80% من الأطفال حول العالم تأثروا بفكرة الموت هي عن طريق إنه حيوانه الأليف للأسف هو مات، وهنا ما عندهم قدرة على إنه هن يستوعبوا فعليا اليوم هذا الحيوان في له عمر معين وحيتوفى. صحيح. عرفت كيف؟ فهنا بيتأثروا نفسيا. هلا على سيرة الصوص، أنا بتذكر وقت اشتريت الصوص يلي هو لازم يكون مخشوش بيموت بعد بيوم، كبر كتير عرفت، وتحول لجاجة، عرفت كيف؟ هاي لازم نسجلها يعني بصراحة. تسجل عندي صوص ملون حادثة غير مسبوقة. لازم هو كتير عاش للأسف، عاش، بس المشكلة إنه وقت عاش أنا كنت متوقع إنه هو ممكن يموت بعد بيوم، فبيكبر معك الأمل إنه خلص حيصير عندك جاجة بالبيت، مع الأسف مات بعدين. مات رجعي؟ مات بعدين. وكيف كان وقع الحالة على؟ إيه بالنسبة لي كتير تأثرت، لأنه من قبل كمان كان عندي حيوانات أليفة، كان عندي كناري، الكناري الأنثى اللي توفت كمان. كتير انزعجت. كلهم متوفي. كلهم ما غلط مو مني، ومشكلة كمان عملنا لهم هيك مقبرة دفناهم كمان طقوس. حلو حلو، يعني دائما مثل ما ذكرنا هي أحد الحالات أو شاهد على هي الحالة، أنه اليوم ممكن هي العلاقة بين الحيوان الأليف والطفل تكون إلى وقع نفسي، وبالتالي أيضا يكون إلى حالة إيجابية بما يتعلق بجانب الخلق والرأفة بالمخلوقات. رح نروح لخبر ثاني، وخبر طبي وصحي بما يتعلق بموضوع اللقاحات أو الطعوم اللي ممكن يحصل عليها أو يتلقاها الطفل بعمر صغير. اليوم برنامج اللقاحات هو برنامج ما وضع بس لأنه لازم الطفل يأخذ لقاح معين، إنما وضع نتيجة دراسات، نتيجة بحوث تتعلق ب صحيح صحيح أمراض قابلة للانتشار تم السيطرة عليها ببعض الدول، ببعض الدول ما زال يعني موضوع اللقاحات عم ياخذ دراسات وبحوث لتوسيع وفرض يعني بشكل عام هذا البرنامج الهام لصحة الطفل وايضا لحياته بشكل عام. تمام. اليوم كثير من الاهالي بينقسموا كقسمين يعني من ناحية اللقاحات، بانه هذا اللقاح مثلا له تأثير كثير، يعني التأثيرات الجانبية له ممكن تكون كثير قوية على الطفل من الحرارة، التعب، الإرهاق. صحيح. ولكن الشيء المهم بانه هذا اللقاح قد ما كان تأثيره الجانبي سيء، لكن المهم هو انه بخفف عن الطفل. صحيح. هلا بعض الاهالي اساسا بخافوا او بيقلقوا موضوع تلقي طفلهم اللقاح نتيجه اذا بدنا نقول يعني انعكاس هذا اللقاح على جسمهم من حراره، من الم، ولكن هذا جزء صغير من اذا بدي اقول انعكاس او تاثير الامراض اللي ممكن يتعرض لها الطفل بشكل عام. يعني اليوم الم اللقاح هو ساعه او ساعتين، ولكن في حال تعرض
الطفل اذا بدنا نقول التهاب بالعوم او الى ما هنالك من الامراض، رح يشكل يعني جهد و رح يحمل الجهاز المناعي للطفل عبء اكبر للدفاع عن الجسم. اليوم اللقاحات متوفره تقريبا صارت لاغلب الامراض، تقريبا 13 لقاح تم توفير عفوا 13 مرض تم تامين وتقديم اللقاح اللازم لهم من ايضا يعني التهاب الكبد ب، للقاح شلل الاطفال، للقاح الثلاثي لمرض الديفتيريا او الخناق اذا بدنا نقول، الكزاز، السعال الديكي وغيرها من الامراض يلي ايضا اليوم لازم نذكر انه البرنامج الوطني السوري اللقاحات قدم هي اللقاحات وما زال يقدمها مجانا، بتابع مع السيدات او الامهات بشكل عام تلقي اطفالهم لهي اللقاحات تبعا للسن المخصص لهم وتبعا للمرحله العمريه اللي عم يقطعوا فيها. تماما، واكيد لازم نسجل كل اللقاحات اللي اخذها الطفل على دفتر بحيث انه نحن نعرف الطفل شو بيتاثر مثلا من لقاح معين او بيتاثر من ادويه معينه كمان. صحيح، هذا جانب يعني اليوم وزاره الصحه طورته. هلا اذا بدك ترجع شوي ل دفاتر اللقاحات القديمه تبعنا وبين الدفاتر الجديده، صار في تطوير، صار في توثيق باي يوم اخذ الطفل اللقاح، اي ساعه، حالته كيف تجاوبت او جسمه كيف تجاوب مع اللقاح، وبالتالي اليوم هذا ضمان لحصول الطفل على هذه اللقاحات السليمه والامنه يلي قادره تحافظ على صحته بالمستقبل. اكيد اكيد، طبعا احنا اكيد بنتمنى الصحه والعافيه للاطفال، ودائما لازم هذا موضوع التحصين هو مسؤوليه جدا كبيره على الاهل بانه ينتبهوا على اطفالهم من ناحيه الامراض اللي ممكن انه هن ينصابوا فيها، واليه التحصين اكيد صحيح. هي مسؤوليه كثير كبيره على الاهل واكيد على المسؤوليات الطبيه. يعني بعد هذا الخبر انه اليوم للاهالي، لسيدات المنازل، للامهات، انه اللقاح اليوم منه حاله بنقدر نستغني عنها او قابله للاستغناء عنها، اليوم تلقي الطفل للقاحاته وامان لصحته وجهازه المناعي بالمستقبل.